الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. النينجا، جواسيس اليابان وقتلتها المأجورون. شخصيات متشحة بالسواد تتحرك بانسيابية وخفة، تتسلق الجدران كالعناكب وتركض بخفة وسرعة على سطوح المباني، تنسل إلى مساكن الساموراي وتغتال أهدافها دون ترك أي أثر لها. في هذا المقال سنتعرف على حقيقة النينجا في التاريخ والثقافتين اليابانية والصينية. بداية النينجا. قد يصعب تحديد بداية معينة للنينجا أو كما يدعى شينوبي، لأن ظهور الجواسيس والقتلة المأجورين يعود إلى ظهور المجتمعات القديمة. ويعتبر الفولكلور الياباني أن النينجا منحدر من عفريت نصفه إنسي ونصفه الآخر غراب. أما تاريخيا فقد تطور مقاتلو النينجا تدريجيا ليصبحوا قوة معارضة لمعاصريهم ذوي المكانة الاجتماعية الأعلى، أي محاربو الساموراي في اليابان الإقطاعية. وتشير المصادر إلى أن النينجاتسو، فن الخفاء والتلصص، قد تطور بين الأعوام 900 و600 قبل الميلاد، ويقال أن الأميرة شوتوكو 622-574 أحد أمراء البلاط الياباني، قد استعان بأوتومونو ساهيتو ليكون جاسوسا شينوبي. وحوالي العام 850 بعد الميلاد بدأت عائلة تانغ الصينية الملكية بالانهيار، مخلفة الدولة في حالة من الفوضى، فلاذ بعض القادة العسكريين الصينيين إلى اليابان وأحضروا معهم تقنياتهم الجديدة في المعارك وفلسفاتهم القتالية في الحروب. وكذلك فقد بدأ الرهبان الصينيون بالقدوم إلى اليابان، حيث نقلوا فلسفاتهم القتالية وعلموها لأفراد النينجا الياباني. أول مدرسة للنينجا تدعى توغاكو ريو. لم تكن النينجا حركة منظمة في بادئ الأمر، فقد كانت خليطا من التقنيات القتالية التي جاء بها الصينيون، حتى قام الساموراي دايسوكي توغاكوري بالتعاون مع كيندوشي بإضفاء طابع رسميا للنينجا الياباني. الغريب أن النينجا نشأت كحركة معارضة لمحاربي الساموراي، فكيف قام الساموراي دايسوكي بإنشاء مدرسة قتال للنينجا؟ نتيجة هزيمة الساموراي دايسوكي توغاكوري بإحدى المعارك حتمت القوانين عليه أن يقوم بالانتحار سيبوكو، ولكن دايسوكي رفض أن ينتحر قسرا وهرب إلى الجبال، حيث التقى بالمحارب والراهب الصيني كيندوشي وتعاونا لتطوير نظرية جديدة لتقنيات حرب العصابات تحت اسم النينجاتسو. كانت تعاليم النينجاتسو القتالية على النقيض تماما من تعاليم البوشيدو، أي تشريعات وقوانين محاربي الساموراي. فبينما كان محارب الساموراي يولي عظيم الشأن للشرف والطاعة لزعيمه، ولم يكن ليختار إلا منافسا واحدا يبارزه بعد تلاوة نسبه الأسري، أطاح مقاتل النينجا بهذه الأخلاقيات عرض الحائط، وبرز كمقاتل صندوق هدفه إتمام مهمته مهما كانت الوسيلة، سواء بالتجسس أو التسلل أو القتل بالسم. وكان أغلب قادة النينجا أو كما يدعون جونين من قدامى محاربي الساموراي الذين لحق بهم العار ورفضهم أسيادهم بسبب هزيمة أو مخالفة لأحد قوانين البوشيدو، ولم يجدوا إلا الهرب منجاة لهم من الانتحار القسري. ولكن هذا لا يعني أن محارب الساموراي لم يلجأ أبدا للنينجا للوصول لهدفه، بل قام الكثير من محاربي الساموراي كي لا يقوموا بأنفسهم بمخالفة قوانين البوشيدو بتوظيف النينجا كقتلة مأجورين أو جواسيس للوصول إلى أهدافهم المنشودة، وسمح للأفراد من عامة الشعب بالانضمام لمقاتلي النينجا، فكان أغلبهم من المزارعين والقرويين، ولعبت النساء دورا مهما كذلك، فكانت مقاتلة النينجا تتسلل إلى قصور الأعداء متنكرة بهيئة خادمة أو جارية أو راقصة لكي تغتال هدفها.
ولم يرتدوا الأسود على الدوام، بل كانت ثيابهم رقاء داكنة خلال الليل، وتنكروا كمزارعين أو راقصين أو خدم أو رهبان حسب المهمة التي توجب عليهم تنفيذها. أما أسلحتهم فتضمنت السيوف والشفرات، وتركزت تدريباتهم على الكاراتيه ورمي الشفرات والتخفي والمبارزة بالرماح، ومنهم من كان خبيرا في دس السم في الطعام والشراب. في القرن الرابع عشر الميلادي كانت اليابان منقسمة لمحكمتين إمبراطوريتين متنازعتين في شمال وجنوب البلاد. لعب حينها مقاتل النينجا دورا هاما في التخفي والتلصص وحرق القلاع والاغتيالات بين هذين الطرفين المتنازعين، وفي الحروب كحرب أونين. نهاية النينجا. في القرن السادس عشر قام القائد العسكري أودا نوبوناغا بتوحيد اليابان، ورأى النينجا كقوة مهددة لحكمه وللبلاد، فحشد جيشا من 40,000 مقاتل ودحر قوتهم وشتت شملهم. لم يختفي النينجا ومقاتلوها نهائيا، بل لازالت قصصهم وأساطيرهم تروى حتى يومنا هذا.